احنا التزكيه ديال السي عادل هذا كرئيس مؤقت ان ما درناهاش لان كان ضروري كان الوضع القانوني يحتم علينا ان خص يكون اللي غيدير التوقيعات واللي غيدير وكان وقع عدم التواصل يمكن التواصل مع السي محمد بودريقه الله يردو سليما غانما ان شاء الله كان ضروري وسيرتو الفتره هذه كانوا فيها بزاف الامور ديال التوقيعات هذه خاص شي حد اللي عنده التوقيع رسمي باش 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 ياخذ الملفات ديال الرجاء الرياضي فعملنا بالقانون الاساسي اللي ديال البند ديال الشغور اللي كيقدر كيدوز النائب الاول او النائب الثاني زكينا بالاجماع جميع اعضاء المكتب بالاجماع 100% ان يكون عزيز هاله هو الرئيس المؤقت الى حين انعقاد جمع عادي المقبل وهذيك الساعه راه غادي يكون كلام اخر ولكل مقام مقال. نفس العمل اللي كان كنقوموا به خلال الموسم كامل تدابت دوبل لان كما قلنا سقف الاحلام طلع الفوق اكيد ان الغياب ديال السي محمد بودريقه عنده تاثير لانه راه كان قبل كان التواصل معنا 24 ساعه على 24 ساعه اكيد الغياب ديالو في هذه المرحله هذه عنده تاثير كبير ولكن الاخوان خذوا السي محمد بودريقه كان كيخدم معنا مقاربه تشاركيه كل شيء خدام المكتب خدام برئاسه حاليه ديال السي عادل هله يعني هذاك الشيء اللي خصو يدار راه كيدار اللي كنطلبوا هو انه تكون الثقه من جميع الفعاليات في هذا المكتب الحالي الى حين انعقاد الجمع العام المقبل لانه ما يمكنش تخدر فراغ درتي فراغ راه غاتريب كل شيء يعني خاص تبقى خاص السفينه تمشي هذا راه بحال المرفق العمومي خاص الامور تبقى غاده عاديه حتى الدوز تعقد الجمع العام القادم تدوز الامور كما كدوز ديما في واحد الجو ديمقراطي ومسائل كان الانتخابات غادي يكونوا انتخاب رئيس جديد مكتب جديد احنا ما عندناش مشكل المكتب الحالي ما عندناش مشكل انت راه طلع قطار غادي كيطلع هذا المكتب كيهبط كيطلع الكتاب الاخر كتكون استمراريه وكنتمنى التوفيق لهذا الفريق اللي كاين دابا في كيسير فريق الرجاء الرياضي برئاسه السي عادل هله وجميع الفرق المغربيه مين في خدامين في رفع المال خدامين في جميع الملفات رفع المال على الانتدابات ولا راه كاين بزاف ديال الملفات اللي كيشتغل فيها المكتب زعما عادي كما كان كيشتغل طول الموسم راه نفس العمل اللي باقي والان العمل غادي تدوبل علاش؟ لانه كاين السقف ديال التطلعات ديال الاحلام طلع مع فاش ربحنا اللقبين ولا السقف ديال الفعاليات ولا ديال الجمهور خصوصا ولا طالع دونك حنا خصنا كنحتارموا هذا السقف ديال الاحلام وكنحاولوا نشغلوا ليل نهار لاننا ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال الجمهور طبعا ونمروا هذه الفتره هذه الحرجه بسلام ان شاء الله وبالحلول ان شاء الله احنا متاكدين ونؤمن بالعمل الجماعي وبالتضافر الجهود ديال جميع الفعاليات الجمهور منخرطين مؤسسات عموميه اننا نخرجوا من هذا المازق هذا ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ونعيدكم ان شاء الله كما وعدناكم الموسم القادم بالمفاجات وبالارقام ان شاء الله السنه الجايه نعاود ناكد بان الرجاء المشكل الكبير اللي وقع هذا العام الديفيسيت فينونسي اللي عنده هو ناتج على اغلاق محمد الخامس اللي كتراوح تقريبا القيمة المالية حوالي 30,000 درهم 30 مليون درهم اللي هي اللي عندنا احنا مشكل دابا اللي خص كندبروا عليه كندبروا فيه من امور اخرى هذه السنة غادي يكون العربي الزاولي واخا السعة ديالو قليلة ولكن اللهم العمى شري العمى كما كيقولوا المهم غادي يكون واحد ماشي نفس المدخول ولكن غادي ناخذوا بعين الاعتبار في البريفيزيون ديال التوقعات الماليه ديال الموسم والبرنامج ديال الموسم كتاخذ ملي كتاخذها في اول السنه كتكون عارفه ماشي بحال اغلاق محمد الخامس حتى تفاجئنا كان التوقعات اللي كنا درنا على اساس المداخيل ديال محمد الخامس دابا ما كاينش دابا غناخذوا على حسب التوقعات ديال العربي الزاولي ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله غادي يوصلوا واحد 10,000 بطاقه ديال الجمهور وخدامي كنبيعوا في البطائق
اللي غادي نوصلوا بهم ان شاء الله كاين ديال البريفيزيون ديال 15000 16000 بطاقه ديال 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 باللولوج الملعب. بالنسبه باقي ما خدنا حتى شي قرار، وانا ما عنديش معلومات على اللجنه التنظيميه شنو قرروا، ممكن اليوم يقرروا شنو غادي يديروا في هذا الامر هذا. اللي مطلوب من الجماهير راهم عارفين الدور ديالهم دائما وابدا، الدور ديالهم راه هو الدعم، هو الجمهور ما عندك علاش توصيه، قايم بشغالاته. ميرسي بوكو الجمهور وجميع الفعاليات وجميع اللي كيبغي الخير لهذه الفرقه هذه، الله يجازيه بخير. ثاني ما كيبغيش لهم الخير حتى هما، الله يجازيهم بخير لانهم كيفيقونا شويه. ها الراجل اللي كدير المدربين تاريخيا، الراجل اللي كدير اللاعبين تاريخيا، هذا المدرب تا هو بون اسم ديالو ما معروفش بزاف، حتى كما كان زيمبارو تا هو ما كانش معروف بزاف، كما كانوا المدربين الاخرين الشابي كما كان شحال واحد كانش معروف بزاف. الرجاء من تصنع الاشخاص، مش الاشخاص اللي كيصنعوا الرجاء. ان شاء الله احنا الاختيار ديالو تم بالاجماع ديال المكتب وباستشاره ديال اللجنه التقنيه وديال اختصاصيين في هذه المسائل التقنيه، وان شاء الله راه خدام وحنا مدعمينو 100%. ومع السي كيلاني تا هو الجيلاني تا هو المساعد، ومعاه كاين ابو شروان كاين مديح وكاين الطاقم التقني ديالو هو. ان شاء الله الرجاء ما تصنع المدربين، ليس المدربين من اللي كيصنعوا الرجاء. شكرا.